تحية لشهداء تشرين، لازلنا نعيش في زخم تشرين. نعم. كنا نقول أن تشرين لم تموت. نعم. وكانوا يقولون أن تشرين ماتت لإزالة خيام الاعتصام في البصرة والناصرية وبغداد والنجف. نعم. لكن عام 2021 أثبت أن القاعدة السياسية الجديدة التي ظهرت بشكل صارم، نعم، وأجبرت الجميع داخليا وخارجيا على التكيف معها هي قواعد تشرين وتضحيات الأبطال، نعم، الشجعان، والتحول الاجتماعي والفكري العميق الذي مثله جيله الشباب، نعم، جيل تشرين، نعم، ومن يناصرهم من العراقيين، نعم، وما حظيوا به من احترام شعبي واحترام دولي. العراق كسب فخامته ومهابته، استعاد مهابته بفضل تشرين لا بفضل المافيات السياسية والمالية والحزبية وإلى آخره التي تحكم منذ سقوط صدام قرابة عقدين. نعم. كل الإنجاز الذي تحقق في هذه السنة هو ثمرة حراك تشرين.